السلام عليكم اخوان. واحد الحنجاني اجن الحنجاني مي يبدا يسيدي يقشع اجن تفاحت لازم تبعت يتقاد بعد رموس رموس نخدم سير بدا حاجه الخطر يتقصى يا مول تمر من عند مش سقان ولا تفاحت ما مشتي قص يكتفو سمس فقم اذا من تزيل وحري يما تقاس ولا في كلينيكس تقاس ولا قناه تقليد من لا تحس دو تسقان على الاخ زو بيتادي هو عدو تسيان في الفارماسي بنو بيطا ضريق زعو جان بيرمانوس وفي قصيدة لي تسير لا صافي شارع محمد الخامس سنو ولد قاعد غد يوض غدا لي تاك حيد عاش نيشان وفي الفارماسي بلا ساعة السي محمد راح حيد عاش راح حيد عاش بعد راح حيد عاش هو حيد عاش شنو قلت مين وتعاد يوت في عاد وين قاسم انت تجي جد الحراسة واجبو انت ما تميساجي غتوس السي محمد يعني يسحب فارماسية بزغن غاني يعني خو ماشي نفس الصراحة قبل ما تقن قانون ولا المداومة تغى مليح تغى داش يشتان فارماسيا غير ما إذا غادي اسمها صلى عمر هدار تغى تغي مالا 12 واحد تنعيل نهار واز ما يقي يجمع الصورة كيسا كيجن إلا يشمر قيمة تجيب تكمل زز غير عند غادو لي بران زز بلا غادو لي بران إلا شوية تهميشا أنه هو السيد فغد طيب مالاش مالا زز غادي تجيب لي نقبض بنادم زوج غاز بروف اللي غدو لي فران الله يجعل بارك فهمت لا وخو قاينا واخا خصنا دا عزمان هذيك عاونا سي لقاش بيرمانوس ينو عارف المداومه ينو فهمت لا اش نتبنات عزم محمد العامي خو العامي الاقليمي واه يقاش القرار انا انا اخ ميوكتين تسمى ولا القرار السيد العامي عرض الحائط والله ما فهم والله نتسمى ميدي وضغ داني تا حسك شان دكتوري بصراحه حتى الزدار داني تا باتشان دوا يميش سي محمد وفي غير جون ولات بين دام شاس قانا ديها الدات هو ديها الطنور تموت بورفاي ثم عيش 21 سنه قومي تمو الصمد غا سوال ولكن ولات تقدر تسمو تزرن ديها من ايوا وين هو انا بسم الله الرحمن الرحيم تحيه للاخوان مرة يتزن فيديو ليا التفاعل سنك فكتبوا لنا نومات محمد ستيتو سمعت واحد حضينا الدار التفاعل نشبع هذا التي بروجا عضو المكتب التنفيذي من مصر المطور سيتي حقوق الانسان وحماية المال العام التفاعل دائما كالقضية تهمنا تهمنا السكينة وزغنغان السكينة النظامي بصفة عامة زرق تدوينا مثلا محمد انه فارماسيا بيرمانوس فارماسيا بيرمانوس راح يلعشو في تبلع انت تذكر انه المشاهدين المصر المطور سيتي حقوق الانسان وحماية المال العام دي خوشان شهاد قوامين سكيز المراسلة سيد البشاد سيد العامل للنقابة الصيادلة رئيس مجلس الجماعي مزغنغان باش هدف الحل المداومة الليلية الباشا الباشا يلقى الاجتماع اك النقابة الصيادلة الناس نقادين قرار عاملي يلزمكم انه يخص تقيم هذا 24 ساعة هو ناس مجموعة الصيدليات الله يجزيهم بخير تفاعل انك اك القضايا السكينه اك تما كنبض الشارع قيم نازم واخا انه التجاره تيري ناقصه تدير كذا ولكن غلبا الحس الانساني الواجب نسن المهني خري بحال المادي كان كنا تقيم تجير تكمل وهاد الزنزه يجي ندور لي بران 20 دورو ولكن هذا يعني انه انسانيا كدكتور انه قد خصها هذه السيزه الواجب الانساني خري بحال المادي مجموعة الصيدليات مشكورين عظما ولكن تفاجئ انه دي توغابير مانوس شت لحد فارماسيا مزغنغان تبلع وتلتزم شت في قرار السيد العامي اولا يظن صيدلية الغفران تلتزم مليح تعظم 24 ساعة وخا انه غاس غثي خدامين وها غثي حرامين وها تلتزم نهارا تفاجئ انه كمرصد المتوسط لحقوق الانسان نتفاجئ انه صيدلية السلام وتلتزم شاف القرار الاولاني تاتي نتمدد انه عدم المبالاه في الهموم السكينه تغلب الربح المادي في الواجب الانساني ثانيتا نتناشد سيد الباشا نتناشد عامل الاقليم نتناشد النقابه المسؤولين في النقابه الصيادله هذه تلتزم القانون القرار العاملي كنقابه نقابه صيادله وهذا ما يعجب قادين الخطوات تحمل المحكمة الإدارية غاوم الإطارة نومة الطعن ذي القرار العامل ولكن هذا لا يعني أنه أتنقزم خل حائط القصير هو ذا المواطن أتكتم الإرادة للمواطنين عرض الحائط
سين تاتي نتناشد انه المسؤولين مره الضغط نخصيه ديلا باش تلتزم من القوانين وشكرا.